لكم هذا الوجه الجميل. يجيب العافية، مساكم جميلة الجميلات وجليلة الجليلات. أنت في كتير إشاعات طلعت، بس ليش مربوط دائما بقصة تامر حسني وزوجته؟ في ناس أنا ظلموني فعليا. ليش عرقتي؟ أنت بدكم تطلعوا ترند، لا سري، إحنا محتاجين ترند يعني، أو بالأحرى جليلة. أنت بتسألك سؤال جليلة، عندك الجرأة تحكيها؟ شو؟ جليلة كانت زوجة تامر حسني. أنا هذا الشخص كان حب حياتي. ضيوفي اليوم مضيوف من مشاهير السوشيال ميديا، كسروا الدنيا مثل ما بيقولوا على السوشيال ميديا، ودائما عندهم اشكاليات وعندهم مشاكل، بس دائما الناس بتحبهم وبتتابعهم. حمود الحسين وجليلة، خلينا نشوف شو راح يقولوا اليوم بحلقة اليوم من قد التحدي. بس قبل ما نبلش الحلقة، لا تنسوا تفوتوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد. حلقتنا لليوم حلقة مميزة مع ضيفين مشاكسين شوي على السوشيال ميديا. كيفكم؟ جليلة وحمودي. حبيبي تمام، حبيبي. الحمد لله تمام، وأنا كتير مبسوطة أنا معك، ومش أول برة معك، دائما أنا معك. جليلة دائما معك. جليلة بدايات وعشرة عمر. حبيبي كتير مبسوطة أنا معك، وإن شاء الله يا رب دائما كل برنامج أنت بتعمله كن سوا ان شاء الله. ان شاء الله. حمودي حبيب قلبي، هلا جليلة من اهل المنزل، من اهل البيت يعني. بس انت اول مره. ايوه انا اول مره، الله يستر يعني. لا تخاف، ما في شيء يعني، في كم سؤال هلا يعني بيمرقوا. بس حمودي حبيت اجمعك انت وجليلة بحلقه واحده، لانه انتم ما شاء الله دائما اصحاب واخوه، ودائما على السوشيال ميديا بتطلعوا هيك. بس جليلة دائما بدنا نحكي بالبدايه، اول شيء بدي اقول لك الحمد لله على السلامه. انت فتره كنت بوضع صحي. صحيح. صعب شوي. صحيح. احكي لنا شو اللي صار معك. أنا أول مرة بحكي بالموضوع للأمانة، أول مرة، وأنت أصلاً حتى سألتني أنت مش عارف شو القصة، لأنه ما حكيت بالسوشيال ميديا وما حبيت أسوي مشاكل. بس اللي صار أنه صار عندي خطأ طبي تجميلي برجلي، أوكي، وصار عندي إنفكشن، وللأسف الطبيب رفض أنه يعالجني، اللي هو أصلاً عمل لي الفيلر ببطن رجلي. بس حدا بيعمل فيلر ببطلت رجله؟ عادي 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 بتصير يعني، هو اصلا الفيلر يعني بيستخدم يعني فيلر جسم، بيستخدم كثير استخدامات بالجسم يعني. ف واصلا هو هذا المكان شوي حساس، المفروض هو اصلا يعطيني فكره، بس هو طبعا ما اعطاني اي فكره عن الموضوع، وانا يمكن غلط مني، سوء تصرف وتجربه سيئه كانت يعني. المهم فهو رفض اني يعالجني. ليش؟ لانه انا طلعت من عنده اصلا، ما كملت. انت كنت تعملي له اعلان؟ سويت له اعلان وطلعت من عنده، وحب انه انا ارجع اسوي له اعلان يعني، فانا رفضت، لانه في كثير شكاوي عم تجي بخصوص هذا الموضوع يعني، وانا بصراحه مش مستعده اضرب اسمي عشان اعلان يعني. فلما طلب اداره اعمالي طلب منه الادويه او انه يعالجني، رفض. رفض؟ رفض طبيبك ورفض انه يعالج؟ طبعا رفض. طيب انت بهيك حاله، بدي اسالك سؤال يعني، انت بهيك حاله مثل ما انتم، هذا الغلط منكم بصراحه، مثل ما انتم بتعملوا دعايه لهذا الطبيب لازم تطلعوا تحكوا. ما شوف يعني، انت عندك متابعين بمجرد لا لا شوف، رح حمودي صح ولا لا؟ مزبوط. انا انت شو رايك؟ مزبوط. انا حكيت لها بعد ذاك الوقت، في حتى السوشيال ميديا، صفحات السوشيال ميديا نزلوا انه جليلة تعرضت لخطا طبي، واخذوا الفيديوهات كلها ونزلوها عندها، وانا حكيت لها اطلع احكي بالموضوع، بس لانه يعني بس لا مو هيك حمود، جليلة رح لك شغله، انت مثل ما عندك مصداقيه للمتابعين 100%، بس انا ما حبيت. لا شوف، احنا ببلد قانون، بس هي بين بالاخر هي، والناس عرفت خطا طبي، مزبوط. الناس عارفين، الناس متابعيني من سنين، الناس عارفين انا شو مشكلتي مع بطه رجلي، متابعيني اول باول. اول شيء انا ما فيني اطلع اذكر الاسم، انت عارف احنا ببلد قانون. ثاني شيء انا كنت في صدد انه انا اشتكي، بس انا من النوع تمام، انت عارفني انا ما بحب المشاكل، وخلص بالاول بالاخر الناس عرفت، خلص الناس عرفت، واصلا ما حدا بيروح له يعني، خلص ما حدا عم بيروح له، لانه اذا انا قد ايه هذا حطك قدام مسؤوليه، انه انت هلا لما بدك تروحي لعند طبيب اخر انك انا من زمان شايل المسؤوليه، انا من زمان شايل المسؤوليه، ومن زمان بسال عن الطبيب، بس انا الغلط مني اني انا ما شفت نوع الفيلر، غلط مني. وغير هيك انا غلط مني ما سويت سيرش على الموضوع، لان موضوع بطه الرجل حساس جدا، المفروض انه هو يجي يحكي لي انه 1 2 3 في سايد افكت. بعدين جليلة قبل ما تبعت العالم عند دكتور تجميل او عند اي دكتور، هي يعني هي بتجرب الاشياء بعدين هي بتبعتهم، او حتى لو كان منتج مثلا، منتج او كريم، انا ما بعلن على شيء بدون ما اجربه، مستحيل. يعني حلو ان انت بتتاكدي من كل شيء قبل ما تعملي له اي اعلان. كل شيء، مو بس
يعني فيلر او بوتوكس او بس انا مشكله حكيت لك يعني انا كان عندي سوء تصرف. هلا كمان ليك انا بعذرك انه الدكتور كنتي معه لفتره طويله وثقه وانت اشتغلتي معه اكثر من شيء كان حلو. يعني كل المشاهير بيشتغلوا اعلانات في العيادات بس انا كنت يعني انتقد الدكتور اللي انا اسوي له اعلان لان انا عارفه شو السايد افكت اللي بيجي دائما من التجميل وانا جربته. فلما صار انه انا صرت في مو في 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 موقف انه انا محتاجه دكتور يعالجني ويعرف شو نوعية المادة المحطوطة ببطة رجلي أو يعطيني دواء أو وات إيفر، حكى أنا ما خصني ما رح أعالجها. إن شاء الله تكون آخر المصايب وما نشوفك بالمشفى أبداً لأنه أنت زعلتيني بعدت لك وحاولت إنه هاي بس إنه عن جد موقف صعب. يومها والله العظيم يعني بيكون بالمشفى عايشة كتير. عايشة على المضادات الحيوية all the time طول اليوم مضادات حيوية أسبوع. الحمد لله على السلامة. حمودي بدي أقول لك كمان أنتي كمان قلت لي كمان مشان نبين للجمهور أنه كمان مريت بعارض صحي واضطريت تأخذ كورتيزون. لا هلأ العارض الصحي أنا الكورتيزون عشان دواء كنت أتحسس منه أخذته بس أنا من 7 سنين تقريبا فجأة مرضت نزلوا لوزي وضربوا عندي الصمام وعملت عملية قلب مفتوح وغيرتها وأنا صغير يعني فكانوا الناس يشوفوني يحكوا لي إنه لساتك بأول عمرك ليش هاي العملية وكتير تعبتني ودخل على فكرة هي الحمد لله يعني هي نجحت بس أنا كنت حدا كتير ضعيف بهذا الوقت ودخلت بحالة نفسية كتير كبيرة وكتير تعديت الموضوع بصعوبة يعني يمكن بعد 4 سنين لقدرت أتعدى فكرة إني عملت العملية هاي بس الحمد لله هي سهلة يعني والحمد لله بس عشان الناس يكونوا عارفين اي حدا عنده هاي المشكله هي كتير سهله بس انا كنت حدا شوي ما عنديش الجرأة يعني كنت شوي حدا اسمح لي احكي هالكلمه جبان يعني ما كنتش هالقد انا يعني ما كنتش هالقد عارف عنها كنت اول مره بسمع شو يعني قلب مفتوح او ما كان عندي الوعي الكافي بالموضوع هذا بس الحمد لله تعديته واللهم لك الحمد يعني هلا الحمد لله كل الحمد لله على السلامه وان شاء الله ما نشوف شرها خلينا نفوت باجواء الحلقه حاجه امراض اشياء طبيه وكذا بدنا نبلش باشياء خلينا هي انا موجودين مثلا على السوشيال ميديا انا جبت اسئلتنا اليوم خلينا نكون واضحين وصريحين وما نخجل اذا بدنا نسال اي سؤال انا لك انسانه جريئه بالدنيا اوكي اكثر انسانه جريئه بالدنيا شو بتقولوا لما بيقولوا عنكم انتم بايخين او صراحة مين حكى احنا يعني انت بس ما بدنا الاجابه انا خليني لك شغله لما بتطلعي انت جليله وبتصورك حموده وانا اجمل ابنه وبجمال البرازيلي خليني احكي لك شغله معلش لا 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 بس اجاوب بس لا اسال لانه هذا كثير بينتقدوكم عليه انه دائما حموده ماسكك والجميله ليش مش متفقين على حب حدا طب ما هي جميله ما شاء الله هو انا ليش وانما بنعمه ربك فحدد اوكي انا انسانه جميله حلو وعلى فكره احكي لك شغله يعني اوكي هو الموضوع انا بحكي بمزح وبخف الدم صح الناس عارفين بس في ناس بتعتبرها انه هم حرين شو اسوي لهم انا ما فيني ارضي الناس كلهم على فكره كثير ناس صاروا قلدوها فيها وكل حدا مشاهير اغلب المشاهير صاروا يحكوا مثل اسلوب الطريقه التقتي بنفسي which is انا مؤثره which is انا مش بس المشاهير حتى الناس العاديين على فكره بشوفوني جميله الجميلات وجميله الجميلات صح يعني هذا الشيء انا اوريا كيف تقولي اعطيها مساكم هذا الوجه الجميل مساكم هذا الوجه الجميل يجيب العافيه مساكم جميله الجميلات وجليله الجليلات حلو حبيت يعني انت عندك ثقه انك تطلعي وتحكي انه انا مقتنعه بهذا الموضوع طبعا طبعا اكيد يعني احكي لك لا والله انا يعني انا انسانه الحمد لله رب العالمين ربي اعطاني يعني اوكي بعرف انه رب العالمين اعطاني جمال واعطاني الحمد لله هو ترى الجمال مش كافي حلو ان الواحد يكون عنده جمال ووعي وثقافه انت الحمد لله كمان عندك جمال روح الواحد يحكي بصراحه الحمد لله رب العالمين. انا بعرفك من 2016 وبعرف جليله قديشها طيوبه وقديشها من جوا قلبها حلو بس احنا اسف يعني ممكن نحن نحكي اشياء العالم بتكتبها وخلي العالم الجمهور انا فول باكج انا جمال روح وجمال وجه وجمال جسم وجمال شخصيه وجمال نفسيه وثقافه وكل شيء بدك اياه ما شاء الله جليله ما شاء الله حبيت بس على فكره اول مره بعرف انه حدا بيحكي عنا بايخين بالعاده الناس بحبونا كثير يعني في تعليقات في ناس ليك رح لك شلي حمودي ما حدا رح يجي يقول لك والله انه انت سيء بوشك اللي رح يجي تشوف المدح على السوشيال ميديا للاسف ما يعني صح ليك في مثل بيقول لك لو انك تعطي قيمة كل إنسان وتقول له الحقيقة ما بنوصل للي نحن فيه طبعاً أنا ما عم بحكي عليكم عم بحكي بشكل عام بس في ناس على السوشيال ميديا بصراحة هي سيئة جداً وغليظة بالأول بيجوا الناس بيمدحون هني
يعني بيزيدوا هذا الموضوع. مثلك انت حمودي بشغله بالغناء، مين سمح مين قال لك صوتك حلو يا حبيبي؟ هواك جنني والشوق ملاني. لا 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 ما في داعي، ما في داعي. غير سؤال، مين بيقنعك موسيقيا انه صوتك حلو؟ أنا حمودي انا بحبك، انا بحبك حمودي. خليني خبرك، خليك شري، انا بحبك بس صوتك لا تغلي. جليله شو رايك؟ طب خليني خبرك. انا بصراحه بالبدايه يعني كنت شوي هيك، بس بعدين رضيت بالامر الواقع. طب خليني اخبره سؤال، سؤال انت سالت جليله سؤال وحكي ضميرك، وانا بعرف فيك حقانيه. صوته حلو؟ لا عجل على الكاميرا، على الكاميرا. جليله انت حقانيه. يعني شو بحكي لك شغله؟ اوكي، هو عنده شغلات يعني حلوه بتطلع شغلات. يعني احكي لي وين كاميرتي فيهم؟ اي وحده بدي احكي كل الكاميرات لك. بدي احكي شيء لكل المتابعين، خلي عندكم ثقه بنفسكم، الثقه بالنفس تجعل من العصفور صقرا ومن الورده حقيقه ومن الحلم حقيقه، فكل شيء بنفسكم اعملوه، الحياه قصيره. اي واحد شايف صوته حلو غني، اي واحد شايف حاله موهوب مثل، اعمل كل شيء بنفسك. انا من الناس اللي انا مقتنع انه صوتي حلو، عندي قناعة، وهلا عم بعمل غنية كمان. هلا لك الغنية أنا معها، يعني لأنه الغنية بيكونوا بيزبطين لك صوتك شوي. لا مش محتاج، مش محتاج، مش محتاج. على فكرة حمودي عن جد بدك تسألني، مش محتاج والله. كبار الفنانين والله هاي أربع مرات كبار الفنانين كانوا يحكوا لي أنت بتغني صح بس صوتك شوي نشاز. لا مش نشاز، إنه مش حلو كتير. طيب بس أنا مثل مين؟ مين اللي قال لك صوتك حلو؟ اللي اكيد الفنان الكبير اللي انا بوجه له تحيه مثلا. ما غايب انا احكي اسماء. لا 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 انا احكي 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 والله كثير كان حلك شغلي. انا اللي عم بسال، انت بدك تحكي مين اللي قال؟ وائل جسار كان يحكي لي صوتك حلو. وائل جسار حكى لي، الفنان الكبير اللي انا بوجه له تحيه كثير كبيره. لا كان يحكي لي بتغني صح. تامر حسني. مين كمان؟ لحظه، في كثير فنانين كانوا يحكوا لي، دائما كانوا يحكوا لي انت صوتك حلو، بس هلا ضاعوا الاسماء مني. يعني مش متذكر. بلوك 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 لا وائل جسار وتامر حسني من عندي على انستغرام اللي بلاله صوتك. خلص انا بما انك انت واثق، انت بما انك واثق صوتك حلو. حلو الواحد، لك انا بحب انه الواحد يكون واثق بنفسه. بس جليله مفوت يما قلبي، يعني انا يما قلبي دائما جليله. يعني شو ما عملت، شو ما عملت ترند، شو ما عملت هي نعمه الحمد لله. جليله بدي اسالك سؤال واحكي بصراحه. ليش دائما انت بتتهربي من اسئله او ما بتحبي تجاوبي على اسئله متابعين لما بيخص الموضوع ناس ثانيين؟ يعني مثلا اخر شيء انت رحت عملتي عمره بعد ما شفيتي وكذا وهيك، فورا نطوا على قصه انه انت طلعتي دعيتي وما بعرف شو على تامر حسني وزوجته. طيب ليش هذا الموضوع دائما انت مثلا اذا هني طلعت اشاعه طلاق انه جليله هي اللي عم تشمت فيهم، ليش دائما قصه تامر حسني ما بقى تنتهي؟ طب انا السؤال قوي، يعني انا مثلا المفروض اذا طلعت اشاعه انا ضلني قاعده بالبيت مثلا كم يوم؟ بس انت ليش دائما مربوط؟ يعني انت في كتير اشاعات طلعت، بس ليش مربوط دائما بقصه تامر حسني وزوجته بصراحه؟ وهي انا عم بسال، يعني انا ما بعرف صراحه. بس خليني جاوبك اول شيء على موضوع العمر، على ما ادري ليش توترت. طالعة عم تعملي عمره مشان تدعي على المخلوقه. يعني لا لا مو لهالدرجه. يعني تخيل انه انا يعني شو هالمجهود اللي انا راكبه طياره ورايحه بيت الله عشان ادعي على ناس، خلص الموضوع يعني كان من يعني اوريدي منتهي. فليش انا يعني انا رايحه؟ والله العظيم بدي احكي لك شغله تمام، لما تروح العمره وتشوف الكعبه اصلا بتنسى كل شيء سيء مر عليك بحياتك، بتصير بس بدك تلحق تدعي لنفسك وتدعي لصحتك ولامك ولاهلك. يعني اصلا ما بكون لك قلب تدعي على عن جد والله العظيم. يعني اي حد الذات يعني انا بستغرب انت خاشعه بيد يعني بايد الرب. بس شوف انه يعني يعني شوف رب العالمين، يعني شوف الناس كيف بيربطوا احداث بطريقه بس عشان يعني بطريقه سيئه جدا. يحكوا بموضوع يعني انا رايحه اليوم على العمره، طيب ثاني يوم صار طلع الخبر، انا شو خصني؟ وفي مواقع منزلين انه لما نزل الخبر انا رحت على العمره. طب معقول؟ يعني معقول انا رايحه اشمت في ناس، اشمت بحدا في بيت رب العالمين؟ يعني هل يعقل؟ يعني هل الدرجه انا انت بتعرفني كمعرفه شخصيه وحمودي بيعرفني معرفه شخصيه، هل لهالدرجة أنا قلبي أسود وسيئة؟ أكيد لا، أكيد لا. بس القصة وين؟ القصة وين؟ ليش دائما أنا صحلك صار من سنين لهلا دائما جليلة تامر حسني، جليلة تامر حسني؟ إذا طلعت إشاعة إنه عملت له زوجته أنفولو، جليلة السبب. إذا طلق، جليلة السبب. إذا كذا، جليلة السبب. لأنه ليش؟ عندك كنترول، لأنه جليلة عندها كنترول. يعني هي من الناس اللي هي يعني كل الوطن العربي بيعرف جليلة. لا لا أنا بدي أعرف شغلة، الموضوع من وين طلع؟
لانه الموضوع اوريدي خلص نعرف، يعني نعرف. انا بدي احكي لك شغله هذا اول مره بحكيها. انت بتسالك سؤال جليله، عندك الجرأة تحكيها؟ شو جليله كانت زوجة تامر حسني؟ جد بتحكي ولا لا؟ انا عم بحكي جد، هذا الموضوع ينحكى على طول. شو بدي أحكي؟ انت عندك الجرأة. بدي اختصر. انت عندك الجرأة تجاوبي على هذا لا السؤال؟ لا ما عندي جرأة. أوكي. بس بدي احكي لك شغله يا اخي، وترتني اقسم بالله. لا مو وتر، يعني انا عاده ما بتوتر، بس بدي احكي لك شغله وقدام الكاميرا اول مره بحكي فيه. انا هذا الشخص كان حب حياتي، نقطه على السطر. حلو. حمودي انت تدخلت بالموضوع كمان، انحكى عنك انك انت كنت معه، وانحكى بهذا الموضوع كثير، وانت دائما بتهرب مع انه انت صديقك تامر. اكيد. انا تامر اخوي وصديقي وانسان انا كثير بحبه وبحترمه وبعزه، وهو فنان وهو ستار وكثير كبير ومن اطيب الناس اللي انا عاشرتهم وشفتهم بحياتي ومرقوا علي، وما في احكي اكثر من هيك. يا سيدي ان شاء الله هيك مثل ما بيقولوا الايام تبعت لك الاحسان، والايام ليش عرقت؟ ايش مالك اخواننا الاردنيه؟ ايش مالك؟ ايش في تمام؟ لا انا حابب ليك رح لك شغله جليله عن جد، انا حابب انه هي القصص كلياتها تتوضح ويكون هذا اللقاء، لانه خلص انا بالنسبه لي انا بحبك جليله حبيبي. تمام. لا انا عن جد جليله انا بحبك وبعرف انت قد ايه غاليه عندي، وانت صديقة عزيزة وعشرة عمر، بس انا بنزعج وبتضايق انه جليلة عملت شيء من لا شيء. يعني انا جليلة بعرفها من بدايتها، كيف تعبتي، كيف وصلتي، ما اجوك المتابعين هيك. طبعاً. انت اشتغلتي على حالك وتعبتي لحتى طلعتي. أكيد. يعني انا بعتبر انه خلص، يعني لما بيقطروا الشخص بهيك موقف انا بتضايق. بس بنفس الوقت تمام بدي احكي لك شغل، الناس والمتابعين اذكى مما تتخيل، يعني هم عارفين كل شيء وعارفين الحقيقة وعارفين من الظالم ومن المظلوم ومين اللي انأذى من هاي القصة كلها، يعني وا 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 وا. بس في ناس تتخبى وراء أصبعها، وفي ناس مع القوي ضد الضعيف، وفي ناس مع الضعيف، يعني في ناس عارفين الصح من الغلط. ومش لازم أنا أطلع أوضح، يعني بالأول بالآخر أنا مش إنسانة مجنونة، يعني ف كأي واحدة حبت شخص يعني. رح أحكيك شغلة، مع إنه جليلة انحكى إنه جليلة راكدة ورا الترند، وهذا الموضوع كلياته ما أنا موجود. أوكي. بس أنت بدي أسألك سؤال. خلاص أوكي. هم هيك هم هيك. أقولك أحد الكلمات. بس أنا بدي أقطع، بس بدي أسألك سؤال. أنت كتمام وكإعلامي. تتوقع إنه أنا كجليلة محتاجة ترند؟ أو محتاجة إنه أنا أحكي بشيء مش موجود؟ جليلة بتصور ستوري واحد بيوصل للوطن العربي ملايين بيحضروه. فهي ليه محتاجة هي؟ يعني أنا هذا الإشي اللي أنا كثير بدايقني بالعالم ونفسي عن جد يعني أسألهم هذا السؤال. لما مثلاً يشوفوا صفحة منزلت لنا فيديو مثلاً أو أي إشي، بيجوا بحكوا دافعين للصفحة عشان تنزل لهم. بس سوري يعني بالأول بالآخر هي جديدة، صح هي اللي شهرتني وهي السبب شهرتي من A to Z، أنا ما بنكر هذا الإشي، والملايين اللي عندي إياهم كلهم ملايين المتابعين، مش الفلوس، ملايين المتابعين كلهم بسبب جليلة أكيد. فلما مثلاً بتقرأ كومنت قدي دافعين للصفحة هاي عشان تنزل عنكم، انتوا بدكم تطلعوا ترند، ليه سوري احنا محتاجين ترند يعني، او بالاحرى جليله ملايين متابعين عندها بتصور ستوري، يعني مش محتاجه انه انا اضلني مثلا احكي بموضوع، او بالاحرى انا ما حكيت، يعني انا كنت اهاجم. بس هذا الحق عليكي، كنت ليكي جليله. لا انا كنت اطلع شغل. كنت اطلع دافع عن حالي، بس انا ما فيني اطلع وضح في اشياء انا ما فيني احكي فيها يعني حتى. طيب ليش ما فيكي تحكي فيها؟ لا سؤال ما فيني. يعني انت مثلا بدي اسالك سؤال، انت قابلتيها لبس مشي مره؟ لا. حكيتي انتو ياها بشي مرة؟ اكيد لا. ليش؟ ليش يعني انا مثلا حدا عم يحكي علي دائما عم يهاجمني، بكل بساطة برفع السليفون وبحكي. انا ما بحكي مع حدا، بس انا كنت بس هي أطلع. عزتها مرة يوم ما توفى، انا عزيتها مرة جريلة. وانا سويتها باصلي، لاني انا عارفة شو الاحساس تبع الفقد، واحساس لما يتوفى حدا من اهلك او يموت حدا من اهلك، بعرف هذا الاحساس فعزيتها. صح، موت الاب صعبة. انا اعلنت السلام، بس هم ما يعني هي ما اعلنت السلام، هي حره بالاول بالاخر رح يجي يوم اكيد رح تعرف انه هذا الشيء بالنهايه الدنيا زائله، يعني خلص الموضوع مش مستاهل، ما في شيء مستاهل يعني. مثل ما بيقولوا الحياه بالنهايه اقصر من هيك. طبعا. طلع على الكاميرا. اي كاميرا؟ طلع على كاميرا من الكاميرات. والله جبت فيني الحلقه الاخيره اليوم تمام، اقسم بالله. وجهي كلمه، اذا بدنا نقول لك وجهي كلمه للي ظلموك. اف اللي ظلموها كثار. لا هي عرفاني على مين. انا يعني انا ما بكرهكم على فكره، يعني ما بكره، يعني انا ما بكره. في ناس انا ظلموني فعليا بحياتي،
طبعا الناس اللي ظلموني الكتار حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، انا ما راح طبعا اكيد ما بتشرف اجيب اسامي ناس ظلمتني، بس الاشخاص المعنيين انا ما اكرهكم، بالعكس انتم عزيزين. اللي بيحب ما بيكره، اللي ما عزيزين جدا. لا بدها تبكي جليلة تمام خلاص، هي وجهت كلمة ومثل ما قلت لك جليلة ليك رح لك شغلة. للأسف للأسف أحيانا بنحب أشخاص غلط، بس اللي بيحب ما بيكره. وجليلة ما في داعي للدمعة، خلاص راح أغير. لا أكيد لا، بس أنا يعني الشخص هذا بالذات أنا ما فيني أكرهه أصلا والله. حمودة دي عندك متابعين على وين؟ على انستغرام. ايه مليونين و100 الف. طيب مليونين و100 الف قد ايه منهم حقيقي؟ نقص منهم 100 الف والباقي كله حقيقي. ايش هاي؟ هذا تقرير مفصل رح احطه على الشاشه. اوكي. بيقول ان حمودة عنده تقريبا ما يعادل 500 الف متابع غير حقيقي. لا انا 100 الف بس عندي مش حقيقيين. وهذا عندك 500 حمودة، هذا تقرير، هذا تقرير خبير. شو رايك جليلة؟ هذا تقرير خبير يعني هلا. طيب حمودي سؤال، ليش لتشتري متابعين؟ انت لانك بحاجه شهره، ولانك بحاجه يعني تعمل شيء او ترند. طيب ليش انت مثلا جئت لهذا الموضوع؟ هلا بخبرك هذا الموضوع اصلا انا بتعترف؟ لا انا بعترف، انا مشتري 200 الف مش 500، ما بعرف هدول 300 من وين اجوا، بس انا بحكي لك 200. انا مشتري 200 الف، هدول ال 200 الف كان عندي 850 الف، فطولوا ليوصلوا مليون. هذا قبل ما انشهر كثير وقبل ما يتوثق حسابي وقبل قبل. شايفتيني جليله؟ قبل 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 الموضوع هذا. لا والله والله هذا قبل قبل يعني قبل ما يتوثق حسابي وقبل قبل هاي الاساس كلياتها. فحكي اجى على بالي يعني اجى على بالي اوصلهم كثير، فرحت اشتريت 200 الف وكانوا حقيقيين. 300 من وين اجوا؟ تعرف شغلي انا بحبك وبحترمك حبيبي لانك اعترفت بالحقيقه. في ناس بتقول لك لا هذا الشيء حلو، وتعال لك شغله بكل خليني بساطه خبرك. خليني اخبرك بكل بساطه، ما حدا عنده بيور 100%. لا بس خليني اخبرك، انا عندي هلا مليونين و100 الف، انت بتقول لي انه 500 مو 500 يعني بصفي عندي مليون و600 الف حقيقيين، يعني كبار الفنانين هلا ما عندهم مليون و600 الف حقيقيين. بالعلم انه انا بحكي لك انا اشتريت 200، هذول 300 اذا حدا زايد لي اياهم كرم منه شكرا. بس جليل شو رايك بهذا الموضوع اللي بيشتري متابعين وبي يعني شوف هلا اذا شخص مش مشهور يعني معذور اكيد يعني، بس انه الشخص مشهور بيشتري متابعين لا هيك كثير يعني. يعني موضوع اول شيء مضحك، ثاني شيء يعني انت اذا انت مشهور ليه عم تشتري متابعين؟ بعدين في شغله بتضحك يعني، في ناس بتيجي بتلاقي عندها ملايين، تيجي على الكومنتات 10 15 كومنت، 1000 لايك يعني 500 لايك يعني شيء مش منطقي. طيب مين البلوجر اللي انت بتعرفي انه عن جد انه هدولي متابعين ومحققين؟ والله ما بسال تمام، بتعرف ليش؟ لانه الموضوع ما بيعنيني. محمد مين البلوجر اللي ما بيعنيني؟ حمودي مين البلوجر اللي بتشوفه انه متابعي مو طبيعي؟ مو طبيعي قصدك كيف يعني؟ مش متابعين عنده متابعين محققين. عندك الجرأة؟ لا 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 انت اصعبانا كلها. حمودي بدك تحكي، بدك تحكي. انا ما خصني، عندك فلوس انت الجرأة، وانت اللي بدك تجيب العيد واللي بدك تعمل حلقه ناريه وعندك ثقه انك تحكي الموضوع. بدك تحكي من الاردن، مين عندكم معنا تبعك؟ لا حبايبي الاردنيين الله يسعدكم وبغض الله يسعدكم. شايفه يا جليله ما عنده جرأة؟ لا مش ما عندي جرأة، بس بدي اخبرك شغله. ليش 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 رح لك شغله؟ ليش انه انت مثلا بتطلع هذيك المره طلعت على السوشيال ميديا كانت يما قصه الشاب اللي على اساس متوفي وما بعرف شو، طلعت انتقدت الموضوع، بس هلا ما عندك جرأة تقول انه فلان متابعينه وما له حقيقه؟ لانه الشاب صاروا هم بس بدهم ياخذوا. هلا شو بدي انا بالقصه؟ بدي انا متابعين بدهم هم يطلعوا ترند. ما في، كل واحد بتلاقي عنده مش يعني خليني اخبرك شغله، متابعين مش حقيقيين يعني كل واحد مش معروف بتلاقي عنده فوق المليون او اكثر، مليون وشوي ومليون ونص ومليون. يعني بكون معروف مثلا بس بحدود بلد معين. كيف بده يكون عنده اكثر من مليون وحسابه ما بده يكون موثق من الشركه وبده يكون حقيقي؟ لا ليك رح لك شغله، موضوع التوثيق غير، بس موضوع التوثيق برضه. موضوع التوثيق غير. اعطيني اسماء مثلا، هي انا كان ضيفتي هي كرزون وما انا موثقه وعندها بالملايين، بتقول انه هي ما عندها ما لا
موكا بدك تحكي بتقول مثلا هي مثلا ما انا موثقه مين هيك رزان لا هيك رزان صديقتي بوجه لها تحيه طيب اكيد طبعا صديقتك بس على فكره بدي اخبرك شغله من اوائل الناس اللي طلعوا على السوشيال ميديا طيب مين على السوشيال ميديا ماله حقيقي مين ماله على السوشيال ميديا حقيقي خليك تغني كبار الفنانين مش حقيقيين اعطيني اسماء والله كبار الفنانين اعطيني اسماء انا كنت افوت ابعت لجليله احكي لها تطلعي انا لما سالوني بيوم من الايام انا طلعت بلقاء باحد اللقاءات سالوني بيوم من الايام عديت اسماء طب عدي لي اسمين وانا بكمل اعطيني اسمين وانا بعطيك اسمين اسماء في كثير اسماء أعطيني بس انا المذيع اليوم لا اعطيني اسمين عشان ما رح تحرجني انت اللي بدك تحكي ما عندي مش حنخلص اليوم ما عندي اوكي محمد محمودة خسرت التحدي لا ما خسرت التحدي اعطيني اسمين جليلة انا قلت لك اعطيني اسمين وانا بعطيك ثلاثه انت دائما كنتي على اساس بدك تفوتي بمجال الغناء وكان عندك اغاني وكان عندك كذا نسيت الموضوع خلاص لا ما نسيت الموضوع هو صراحة الموضوع بده مجهود وبده شركات إنتاج وهلأ مثل ما أنت شايف كبار الفنانين يعني قاعد يعني عم ينتجوا لحالهم يعني شركات الإنتاج مش مثل زمان يعني فأنا يعني حاليا بصدد إنه راح أعمل كفر أغنية يعني أغنية أوريدي مغنينها فراح أرجع أغنيها شو هي الأغنية؟ فينا ناخذها هيك تريندر أحكي له خليك جري أقولي أنا قلبي واقع هي أي أرجع لي أنا قلبي معك يعني في كتير جاي عبالي أرجع غنية بحبها يعني بحبها كتير يعني أوكي ومن الحب ما قتل ما خص أغير طيب وبلكي طلعت بس ما بوصير قالت لك ليش مغنيتيها لا ما لهالدرجة ما هو أصلا فنان يعني الكل بيسمع مش هالدرجة يعني كمان يعني حمودي تسألك في حدا شيء مرة حاول يوقع بينك وبين جليلة؟ والله حدايات وفنانين كمان يعني فنانين الحمد لله فنانين وفنانات مرة ممثلة مصرية من قبل وهلأ من جديد يعني مش من كتير يمكن من شهر أو أكتر شوي فنان عراقي إجا على أساس إنه طلب ضمن تعمل جليلة معه فيديو كليب وصديقنا هو وصار صديقنا وكان منيح وكويس وهيك بس بعدين يعني نكون انا وجليلة قاعدين ويوقع بطريقة غريبة مثلا يعني بطريقة هو يعني هو انسان ما بعرف هو انسان كتير بيخبص بين العالم بعدين انا صرت اطلع هو كيف بيفتن بين العالم كيف بيخبص بين العالم فاكتشفت انه هو انسان فتان واكتشفنا انا وجليلة بهذا الاسلوب انه كيف عم بيحاول يوقع بيننا وانا وجليلة ما حدا بيوقع بيننا يعني هاي المراحل احنا تعديناها وبس ولما انا سالته على الموضوع صار يجاوبني في ناس بتستلذ لما يكون لما يعملوا شيء عمل شر يعني بيستمدوا طاقتهم والله عن جد تمام بيستمدوا صح. طاقتهم يعني هيك بيستلذوا يعني متعطشين للشر ففي ناس حرفيا بنقابلهم بحياتنا فيهم كميه شر لا توصف كان يغار من جليلة لانه عندها فولورز اكثر منه تخيل طيب سؤال هذا الفنان موجود عندك على السوشيال ميديا انستغرام لا سناب شات نزل له شيء فيديو ايه منزل له انا منزل له الو هلا بنفوت بنشوف مين عندك على الفنان اللي من نزل له وبنعلن عن اسمه جليلة امك كيفها منيح الحمد لله شو الاخبار العائله الحمد لله طبعا. انا بعرف قد ايه انت متعلقه بامك انا اي شيء بعمله بحياتي يعني عشان امي يعني اي شيء شغلي طبعا من فضل طبعا دعواتها اكيد ورضاها عني وانا المفضله عندها يعني الحمد لله رب العالمين او ربي كرمني انه انا خلاني انا اللي ادير بالي عليها هذا كرم من رب العالمين على فكره والله انه هذا يعني هذا الشيء لما رب العالمين يعني انت من بين كتير يصطفيك ويختارك انه انت تعمل هذا الشيء فهذا الشيء يعني كتير عظيم وانا الحمد لله رب العالمين اختارني انه انا اي شيء بعمله بحياتي واي توفيق بتوفقه واي يعني اي شيء حلو صار لي بسبب دعوات امي طبعا طيب جليلة باحد من فتره تقريبا شيء سنه ونص مو هلا بعد اخر لقاء عملناه على عيش الان لما نزل اللقاء اجى كومنت على اليوتيوب من احدى المغربيات بنات مغربيات مسماي حالها هندي المغربية أوكي أنه لا أنه هي بتعرف العائلة وبتعرف أخواتك وبتعرف والدتك وهذا الحكي مو صحيح أنه جليلة كتير سيئة مع أمها قدي بزعجك هذا الموضوع كيف كتير سيئة أنا ما رح أحكي عن الموضوع ما رح أعلق بس أنا
طبعا اللي بده يحكي يحكي بالاول وبالاخر. بس أنا هي عملت حاله يعني اللي بيقرا الكومنت بدي اسوي لك اياها، ممكن يكون حدا اللي هي صديقه العائله. انا اول شيء اجاوبه بشغله صغيره، يمكن لو جليله سايقه مع امها كان أقل إشي جليلة وأمها مش عايشين مع بعض، كان مثلاً أمها عايشة مع إخوانها مثلاً أو إخواتها التانيين. أنا بحس رب العالمين خلقني بهاي الحياة عشان أدير بالي على أمي. That's it. أوكي. أنا هدفي في الحياة أي شيء بعمله بالحياة عشان أمي. أنا أحياناً بطور من حالي وبشد على حالي وبضغط على حالي عشان أمي. فاللي بده يحكي شيء خليه يحكي، أنا بالأول وبالآخر بسمع حكي لهون يعني. الله يخلي لك اياها ويديم الصحه عليها، وانا بعرف قديشك منيحه مع والدتك وقديش امك بتحبك يعني. الله يخليكم لبعض. حمودي لولا السوشيال ميديا وين كنت؟ لولا السوشيال ميديا وين كنت؟ لولا وجود جليلة والسوشيال ميديا. خلينا نحكي بصراحه، انت مثلا ما حدا بيعرفك غير على السوشيال ميديا وكذا، مثلا شو دارس، شو عامل، شو بتشتغل بحياتك بعيد عن السوشيال ميديا؟ يعني تعال لك شغله، خلينا نكون واقعيين، يعني ممكن بلحظه تروح السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا كلها. هلا انا دارس اداره اعمال اصلا، يعني كان ممكن تلاقيني موظف ببنك مثلا، ممكن تلاقيني انا اصلا رئيس فرقه عندنا بالاردن اسمها رئيس فرقه تراث الرمثا، بتلاقيني مثلا موظف ببنك، بتلاقيني ممكن عندي شغل خاص لإلي. هلا انا اصلا الخطوه الجاي بدي افتح، يعني عم بفتح شغل خاص لإلي ان شاء الله قريبا. شو الشغل؟ اخلي لوقته هو، بس هو شيء بخص الكوزماتكس، وما كوزماتكس هاي الاشياء يعني، عرفت؟ بس خليه ليجهز الموضوع تماما عشان انا ما بحبش احكي الاشي قبل بوقت عمل ما يجهز على الاخر. بس لولا السوشيال ميديا كان ممكن تلاقيني موظف بنك، ممكن تلاقيني موظف بشركة، اي اشي ما بعرف يعني، بس انه حدا عادي يعني، مش حدا جليلة. شو الثقة؟ ليش الثقة بحمودي؟ كل العالم تسأل ليش بتثقي بحمودي؟ حمود طبعا انا اول شيء ما بثق بحالي، يعني انا من الناس اللي انا طبعا هذا الجاكيت ما بوثق فيه يعني. انا بحكيلك جليلة بعثت لي مسج. انت ليش بتحب تحكي كثير على فكره؟ اسمع القصه، اسمع القصه، بس هي عكسها. اذا كنت قاعد وصلني مسج على الانستغرام انه حموده انا كثير معجبه فيك ونفسي اتصور معك، انا كثير بعجبك. بس انا يومها وصلني مسج، انا بشوفك بتصور مع الفنانين وبيعملوا معجبين بعدين بيقول لحظه خلص. لحظه خلص. لا هذا الموضوع لازم اعلق عليه. لا هم اصحابي، هم اصحابي، هم اللي بيطلبوا يتصوروا معي عشان تكون عارف. حمودة والله العظيم هم اللي بيطلبوا يتصوروا معي، وهذا بحكيه على التلفزيون وعلى العلن قدام العالم، لانه في عالم شويه بيطلبوا مني اعمل منها معهم فيديوهات ريل وانزلها. بس ابني لا انت اللي تصورت معه. لا هذا الحكي مش مزبوط بالفيديو تبع الفرزاتشي، هذا كنا متفقين انا وياه عليه، انا وسيف كنا اصلا قاعدين يعني، انا وسيف اتفقنا على الفيديو وقبلها متصورين فيديو انا وسيف، كان متفقين عليه يعني. كان شيء كوميدي، قال لي بطلع برا وبعدين بعمل حالي رحت وهيك وكل شيء وبعدين طلعنا يعني. طيب اوكي جليله، كيف تعرفت يا حمودة؟ كنت قاعده في يوم من الايام اجاني مسج، وانا قاعده ومرتاحه اجاني مسج على الانستغرام، فانا ما اصلا عاده ما برد، مش كبره يعني او شيء، بس على إيه ناس يعني ما بعرف ما برد عليها يعني. فلفت نظري الولد عنده 1.5 مليون او هيك شيء يعني، عنده ملايين، فبحكي مين هذا الولد؟ دخلت لقيت لا انت بتصور، انا انت بتصور مع ناس بتحبهم كثير، لقيت متصور مع ناس انه يعني حكيت له لازم شوف شو الموضوع. هلا بحط لكم مع مين؟ ايه بيعته هو؟ لا لا لا، كان وقتها حرام يعني. حمودي اصلا بتابعني من زمان، وانا على فكره كنت بعرفه لحمودي يعني، انه كنت بشوفه بس ما بعرف من هالشخص. فصار انه رديت عليه، فوقتها انا كنت يعني متردده انه شو الموضوع، كنت يعني مش واثقه 100%. ضلت اسبوع اعطتني رقمها من اسبوع، كل يوم تحكي لي، احكي لها متى اتصل لك، تحكي لي انا بميتينج، انا مشغوله مترددة. انا ابصر شو. بس بعدين لما حكيت معه وعرفت هذا الولد قد ايه ظلم، وقد ايه الولد كويس، وقد ايه ابن عالم وناس. شو ظلم؟ لا هذا بده تجيب العيد على خلقه. شو ظلم؟ بقصص صارت قديمه، صارت قديمه يعني مثلا. تمام. بدك تروق. لا انا رايق، بس انت عم تقولي انظلم، يمكن الناس تيجي تقول لك هو بالنسبه لإله انظلم، بس بالنسبه للواقع ما انظلم. لا يعني انه تعرض لموقف شوي انه يعني يعني لا انا تعرضت لموقف وحكيت لها اياه. شو بحكي لها؟ انه شو هو موقف يعني اول شيء انه انسرق تليفوني.
كنت بمصر وانسرق موبايلي. شو هالموقف العظيم يعني؟ لا انسرق موبايلي من انسرق موبايلي من اشخاص يعني اشخاص معينين سرقوا موبايلي بس يومها سرقوا الموبايل الغلط سبحان الله. كيف يعني؟ يعني كان في غرض كيف كان في هدف من هذا الموضوع؟ واحد كان معي واحد كان محطوط على الطاولة انسرق الموبايل على الطاولة. كان يعني كان بدهم يعرفوا شو يعني هل في كونتاكت بينه وبينه يعني او مثلا انسرق الموبايل وهذا الموضوع على فكرة على يوتيوب على كل مكان انا حكيت فيه كثير يعني هذا الموضوع انا كثير حكيت فيه وكيف طيب وتعرفتي على حمودي وصرت صاحبي انت بس انا نصفته من بعد رب العالمين يعني حكيت له يعني عرفت انه صادق مع انه انا العلم ما بصدق اي حدا مستحيل عرفت انه صادق عرفت انه انظلم عرفت انه يعني نحط في مكان هو كشخص مريض ما كان المفروض ينحط في هذا الموقف لانه كان ممكن لا سمح الله يصير في اي شيء باعوا اصحابه فانا كوحده ما كنت بعرفه بوقتها وقفت معه ونصفته وما بعرف ليش رب العالمين حطني بطريقه صديقه عمري كانت هي كانت هي اللي يعني هي اللي بعتني ساعدت بالموضوع يعني هي اللي ساعدتهم كثير حمودي انا شفتك على السوشيال ميديا اكثر من مره خناقات مع ناس وناس انه هن اللي ضروك وهن اللي اذوك وهن اللي كذا ليش هلا انا زمان الناس تطلع عليك رح لك جليله رح اقول مقوله صح ما بعرف انت يعني بتوافقين عليها ولا لا لما انا بطلع بقول مثلا جليله سيئه حمودي سيء فلان سيء فلان سيء كل هودي كانوا سيئين معي فعالم بتقول لا يعني ممكن مو طبيعي كل العالم سيئين وانت الصح كلام صح ولا لا طبعا بس رح اقول لك شغله حمودي زمان كان شيء وهلا صار شيء تاني تماما بلس انه انا دائما بطلع يعني انا يا جماعه اول ما تعرفت عليه اتخانقت انا وياه مضبوط صح انا تمام كنا دبحنا بعض فشخصيته كثير تغيرت على فكره وانا يعني بس هو طيب هو طيب. يعني هو لو مش طيب ما بتلاقيه معي اصلا ولو مش طيب ما بتلاقيني انا يعني حمود الواحد والله العظيم انه انا يعني بعطي وما بفكر كثير عالم كانوا عندي اصحاب وكثير عالم حاولوا يستغلوني بالسوشيال ميديا انه لا اسمهم يكبر وكذا وانت عارف يعني انت طبعاً. يعني اكبر العارفين بس حمود الوحيد اللي انا اقسم بالله لو احط له عيوني هيك واعطيهم لانه عن جد وقف معي كثير وقف معي اكثر من انا وقفت معه طيب الله يخليكم لبعض في شيء صغير بس لك شغله بس اعطيني ثلاث سلبيات من شخصيه جليله ما بتحبها فيها ثلاث سلبيات من شخصيه جليله ما بحبها فيهم مواعيدها هاي ايه انا مواعيدها كثير جليله لما يكون بدها شيء كثير بتنق عليه كثير 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 نقاقه يعني الشغله الثالثه اللي كثير سلبيه احكيها ايه احكي جليله مثلا لما يعني تركز بموضوع بتنسى كل شيء يعني خلاص بتنسى كل شيء وبتضل حاطه تركيزها بهذا الموضوع يعني اذا كانت يعني اذا نكدت عادي تضلها منكده اسبوع ثلاث سلبيات بشخصية حمودة نقق جدا 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 يعني عادي صحيني بالنوم عشان سبب تافه مثلا عشان صورة بعتي إياها مثلا فاهم يعني جدا نقق عجول وأحيانا عجلته بتجي في الحلقة الأخيرة متسرع جدا 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 يعني عادي مثلا بحكي له فكر أقعد فكر يعني فكر لا ترد مثلا فكر استنى شوي اهدى لا اعمله يعني ما بستنى ما بس لا كان رداح بطل لا ما بعمل هاي الاشياء هلا انا صرت حمود حسين يعني اسمي ايه كبير كثير فصار لا يعني هو كثير هدي يعني انا ساعدت بهذا الشيء الامانه انه هو رائع كثير بس كثير متسرع وهذا الموضوع يعني احيانا بيجي في الحلقه الاخيره كثير الحلقه الاخيره طيب خلصنا الفقره الاولى هلا بدنا ننتقل للفقره الثانيه اللي هي شو فيها لو اوكي شو فيها لو سالته بعيني حمودي شو فيها لو جليله ما كانت موجوده كان موجود حمودي لا اكيد لا اكيد لا اكيد لا يعني انا جليله من اكبر داعمين الي واسمح لي بس بهاي اللحظه بس ثواني اني انا اتشكر جليله عن جد اتشكرك من قلبي على جايبك اتشكر بعض اليوم لا لازم اتشكرها قدام الناس وهذا الاشي دائما انا بحكيه بكل مقابله لازم اتشكرها على كل شيء عملته علشاني وانا لولا جليله كان انا ابدا حبيبي من بعد رب العالمين جليله شو فيها لو انه انت مثلا اجى حدا واو حبيبتي وانا معجب فيكي وانا كذا وانا كذا وانا كذا بده يتصور مسك الموبايل اول ما بده يتصور قال اسمك بالغلط قال اسم ثاني يعني عادي بتكملي اي عادي
عادي بضحك مضحك عادي جدا عادي ما بزعل. يعني في عالم في مشاهير بزعلوا بس انا بالعكس يعني احيانا مثلا بغلط مثلا بدل جميلة بحكي لي جميله بضحك بحكي صح انا جميله الجميلات اتس اوكي بالعكس ممكن بيكون قاصد هو انه يضايقني بس بالعكس الموضوع بضحك يعني اتس سو فاني. صارت معي مره كنت احكي مع الممثل قيس الشيخ نجيب جيت حكيت له قصي الشيخ نجيب احكي لي قيس الشيخ نجيب فتحرجت وقتها كثير. شوفيها لو انارك مثلا اختاري ثلاثه تعملي معهم رحله حول العالم غير حمودي عشان تقولي لي حمودي ثلاث فنانين تعملي جوله حول العالم معلومة منهم وبراك ومين وانت لا فنانين لازم يعني لازم فنانين أو مشاهير سوشيال ميديا لازم ثلاثة يعني ما بصير واحد لا مشان ما يستفرق زلي اختار ثلاثة شو فيها لو خلص خلينا نرجع نعيد السؤال شو فيها لو إنالك بدك تختاري ثلاث من المشاهير يكونوا معك برحلة حول العالم اوكي انا ليش لا امينه لازم اختاري انا اذا واحد عرفت مين بس اذا ثلاثه مين عاد اختاري لا انت ما لك علاقه لا تتدخل بجوابك ما انا عم فكر اوكي ملومه وبوراك لا بوراك لا خلص راح عليك حب القديم حب المراهقه كنا صغار جينيفر لوبيز شباب حبيبتي اوكي شباب ملومة بس الحب لملومة شغال؟ لا ملومة أنا يعني هيز ماي ايدل أوكي ملومة ملومة خلاص نقلك كمان واحد طيب لحظة أنا يعني والله ما عندي أسامي يعني ساعدني لا أنت اختاري أنا شو أنا اللي بدي سافر أنا ما بدي سافر ريكا قاعد خلص ملومة وحمودة بكفي حمودي لا حمودي لا لازم تختار اثنين؟ حمودي انت عم تعمل لقاء انا عم بعمل لقاء خلص أوكي. صامت سوا اوكي ملومة انريكي إيغليسياس كلهم اسبان اي طبعا انا جوي لاتيني ريكي مارتن اوكي اذا انارك شو فيها لو انارك انت هلا صرتي مسؤولة عن الانستغرام بدك تسكري حساب شخص بتحسي انه كثير مسيء او كثير ساجد يعني ما لازم على السوشيال ميديا مين هو الشخص اللي بتختاري؟ انه اسكر حسابه؟ غير حمودي غير حمودي؟ طيب تفكري بالموضوع حمودي نفس السؤال انه اسكر حساب شخص على السوشيال ميديا اللي بسيل ليش؟ ايه؟ ليش؟ لانه عامل لي بلوك لسبب لانه انا ما بحب الناس اللي بيعملوا فضايح وبعرف بعد هذا الفيديو كثير حيمدحني هو بس انا بحكي الحقيقه يعني الي بس رح يمدحك يعني هلا مثلا الي لا مش حيمدحني هلا بعد الفيديو هذا اكيد صح على فكره بدي احكي شغله انا ما بحب الناس اللي انا يعني اللي صح لي مش بس الي بس انا كل حدا بيعمل فضايح بسكر حسابه لانه بدي خبرك شغله صغيره هم ما بيعملوا فضايح هم بيطلعوا يتنمروا وعلى فكره ابشع ما بالسوشيال ميديا التنمر في ناس كثير ماتت على فكره وكثير ناس صابها حاله كآبه وكثير ناس صارت تتعالج نفسيا وكل شيء من وراء التنمر من وراء التنمر عادي يعملوا لحالهم محتوى بس مش ضروري يطلعوا يهاجموا شخص يعني بالاسم بيحكوا عليه وعلى شرفه وعلى عرضه وعلى وعلى وعلى, وعلى, وعلى ما بيزبط طيب انت مين كمان إلي باسي لا انا بالعكس ما يعني لا ما بصراحه الامانه ما عندي حدا يعني انا انسانه بحالي يعني حتى لو شو يعني ما بحس انه عن جد في حدا ممكن اوكي صح ممكن كلام حمودي صح انه الناس اللي بتهاجم بتحكي باعراض الناس واللي بيحكوا باشياء غير صحيحه ياما عوائل تشتتت وتطلقت وانتحروا وصار فيهم مشاكل نفسيه من وراء هالعالم اللي بتطلع تفضح بس ما عندي حدا معين للامانه يعني طب شوفي هلو اذا نارك بدك تختاري نجم كمان يكون هو فتى احلامك مين اللي بتختاري غير معلومة ليك رح لك شغلي من هديك اللقاء وانت معلومة اللقاء اللي قبله كان بوراك اللقاء اللي بعده معلومة هلأ معلومة كمان اختاري لنا حدا تالي كشكل؟ كستايل انه هيك بتحسي انه هذا هو فتى احلامك بدكم شي يا جماعة انا والله والله ما بتقوم يا حبيبتي تفضلي اختاري شو بدي احكي شغلة
انا بحكي لك جليلة بتحب ما تحكي انت بدي اساعدك لا ما تحكي لحظة انت بدك تحكي شخص اوكي بس بدك تحكي بدي احكي انه جليلة بتحب الحدا الاسمر الحدا اللي يعني المواصفات اللي بتحبهم بالشكل بعرف شو بتحب مواصفات بس لازم احكي يعني بحكي مواصفات لا يكون اسمر احكي نجم مثلا انا بالنسبه لي يا اخي مثلا هي الفنانه بحس ستايلها واو هذا الستايل بيعجبني مو انه بتحبي لا احكي لك شغله يعني في كتير يعني فنانين يعني ستايلاتهم حلوة ومرتبة يا والله مو شرط عربي أوكي مو شرط عربي يلا بس أنا بحب الستايل يعني الشعر الأسود الأسمر طول يكون تقريبا 177 يكون فنان شامل هيك يعني يعني هيك ما يكون كتير طويل يكون يعني طوله شوي مناسب ويكون حب حياته كمان خلاص فهمنا انه واحد وانت بالنسبه لك مين هيك فتاة احلامك من النجمات النجمات نجمه كثير بحبها و يعني بحب شكلها كثير اكيد يعني اللي ما بيختلف عليها حدا بالوطن العربي هيفاء وهبي جميله جدا هي ام الاناقه وام الستار ما شاء الله عليك متقل العيار لا هي 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 مش فارس احلامي انا بحب اتفرج عليها ك ك فارس احلامك مش فارس احلامي مش فارس انا لحظه بس خلينا نحكي لك شغله انا هيفا بحب اتفرج عليها انا هيفا حبيبي ما عم لك فارس احلامك ولا تنط فارس احلامك مش مهم المهم خلص طلعت هيفا هيك بتحسها انسانه بس الواحد بحب يضل صافي النيت معها عن فيها الله يحميها ما شاء الله بس انت على فكره رح تورطي حالك ليش انت ورطتي حالك هي انا عم اقول لك مش عم تقولي لي بعدين انت ورطتني تمام ما قلت الاسم العالم رح تروح على اسم ثاني هم حرين أوكي. بس انا بدي احكي لك شغله تمام 177 قلتي لي تقريبا واسمر وشعره اسود اسمر يا حلو وفنان شامل بيغني وبيمثل ومخرج وبيكتب اوكي مش غلط في ناس عندهم هيك اشياء في ناس كثير ناس عندها هاي الموهبه بس بدي احكي لك شغله تمام انا ما عندي فتى احلام ليش يعني انا احلامي كلها صارت واقع الحمد لله لا بس انه ما في امراه غير ما بتتمنى يكون رجال بحياتها الرجال بحياتها غير لما يكون فتى احلام شيء مش طيب موجود. مين الرجل اللي بتتمنى يكون بحياتك حدا مثل البابا الله يرحمه يعني الله يرحمه شو المواصفات رجل شو يعني رجل كلمه موقف بهمك الماده طبعا كيف بدي اعيش انا اعمل اعلانات اصرف عليه طيب هلا كريم طيب اوكي هلا خلصنا الفقره الثانيه بدنا ننتقل للفقره الاخيره واللي هي التحدي اللي راح يكون بين حموده وجليله هو لسه بعد يعني صار في تحدي هلا راح نكونوا قد التحدي ولا لا خلينا ننتقل للفقره الاخيره قد التحدي اليوم رح يكون تحدي شوي مختلف حمودي رح يسأل جليلة ثلاث أسئلة لأول مرة بيسألها وجليلة رح تسأل حمودي ثلاث أسئلة لأول مرة بيسألها وهني رح يسألوني ثلاث أسئلة كل واحد أوكي ليشوفوا إذا قدرين يحرجوني وياخدوا بتارهم مثل ما عملت فيهم بالحلقة ولا لا تفضلوا أول شيء حمودي يسأل جليلة أوكي هلا بس بدي احكي شغله انه انا وجليله يعني تقريبا كل شيء بنعرف عن بعض بس في بس في يمكن هلا خطر على بالي سؤال واحد هلا مبدئيا ولا مرة سألتها إياه فهسألها إياه هلا جليلة بس خلينا نكون واقعيين وتطلع على الكاميرا وجاوبي بحقيقة متى حسيتي حالك كرهانيتني مش طايقتني؟ كرهانيتك مش طايقتك؟ ايه يعني ولا مرة بعصب منه بعصب منه بس ولا بحياتي جاني هذا الشعور إنه أنا يعني مش طايقته أو لا ما جاني الشعور السؤال الثاني السؤال الثاني طيب جليلة انت ما بتخافي زي ما قالوا لك الناس عن جد بس خلينا هيك نحكي ما بتخافي زي ما كثير عالم كانوا يبعثوا لك انه انت شعرتي حموده ما بتخافي اني استغل هذا الاشي لضدك يوم من الايام اكيد لا لانه انا اللي شفته منك الوقفات اللي شفتها منك اخوي موقفها معي فمستحيل تعملها طيب انت لشو كثير عم تحاول انك بدك اياها تمدحك اسال ايش فيها لا سؤال سؤال بعيد عن حمودة نقر ونقير مستحيل طيب قديش حمودة أحسن مشهور من 10 ما في رقم هذا السؤال الدائم من أصدقائي طيب اسألي حمودة ثلاث أسئلة بس عن جد يكونوا جدي عن جد حمودة متى حسيت أنه أنت عن جد خايف علي يعني حسيت أنه خلاص أنه إذا يعني
يعني حسيت عن جد ان انت خايف عليه في موقف من المواقف؟ لما كنت بدك تسافري على بودرم. اوكي. متى حس اوكي لا مهم شو الشيء اللي بتتمنى لي اياه دائما؟ او مثلا اول ما رحنا على العمره شو الشيء اللي دعيت لي اياه بينك وبين نفسك؟ اسمه لا احلف لا لا الشيء ما كات لا لا مو كات شو الشيء اللي دعيت لي اياه يعني حمودي شو الشيء اللي دعيت لا 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 مايكا ايش دعيت لك؟ خليني اتذكر دعيت ربنا يحبب الناس فيها اكثر وانه ان شاء الله يا رب. هلا انا صدقتك بس الجمهور اكيد ما رح يصدقك. شو السؤال الثالث؟ طب فينا غير هالسؤال نعمل لا خلص في سؤال ثالث لانه كل الناس عرفت شو دعالك يعني. لا لا خلينا نعمل سكيب على السؤال. طيب بلا هذا السؤال يلا السؤال الثاني جليله. السؤال الثاني وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟ من أهم مشاهير العالم. مو الوطن العربي العالم. العالم ياس أكيد. إن شاء الله. طيب. بشوف حالي حدا كتير معه مصاري. إن شاء الله يا رب. ملياردير. لا. طيب. حمود حسين. متى ناوي تتزوج او بتفكر انك ترتبط بيوم من الايام تكون اسره؟ اكيد اكيد لحظه شوي خليني اجاوب على السؤال. اكيد انا اللي حختارها مبدئيا يعني. جاوب. مره كنت بدي اتزوج واحدة لبنانيه وجليله ما قبلت يعني ولا انا لو هي قبلت كان انا متجوز من سنتين. هي الفكره وارده بس هي ما قبلت. هلا لا ابدا. اوكي تفضل اسالوني. طيب ايوه ابلش انا بالسؤال الاول. أنت هتبلش؟ يلا أبلش أنا بالسؤال. أنا سؤال وأنت سؤال. قديه جريء من 10 إنك تجاوب السؤال اللي هسألك إياه؟ 10 من 10. أوكي. وما تقول لي ما في حدا وما فيش حدا. سؤال. مين الضيف اللي استضفته بكل برامجك وكتير كرهت حالك إنك استضفته؟ اندمت ندم عمرك يعني إنك استضفت هذا الحدا أو إنه كرهت الحلقة كتير معه وقلت يا ريتني ما جبته. أكيد صارت. هتذكر لك مين يعني مثلا؟ لا عن جد ما في لانه ليك دائما انا جليله بتعرف. لا عن جد حمودي انا عم بحكي لك بصراحه جليله بتعرفني من زمان. انا اذا ماني حابب الشخص مستحيل استضيفه واذا ماني قادر اني طالع شيء منه مستحيل استضيفه. طب كمان سؤال. طب شو اكثر حلقه حسيتها يعني اكثر ضيف استضفته وحسيت انه انت صح استضفته انه جاب يعني غيري انا وجليله اكيد جاب لك جاب لك يعني حسيت انه هذا الضيف يعني ضاف للبرنامج خلينا اقول. هلا ليك رح لك شغله انا فهمت عليك مثلا مين الضيف اللي انت استضفته وما كنت حاسس انه ممكن تعمل شيء يعني قصدك وعملت. ايوه عملت شيء ضاف. جيني اسبر. جيني اسبر. حزور ليش؟ انا جيني كثير صديقتي وجيني اختي يعني انا من كثر ما بحاورها لجيني ومن كثر ما دائما نحن مع بعض كيف انت وجليله انا وجيني هيك بقى انا لما بحاورها لجيني بتلبك اكثر وحده بتخليني اتلبك لانه انا بعرف كل شيء عنها وبخاف اني اسالها شيء سؤال عرفت شلون يجرحها او مثلا كون مطالع شيء سر لذلك كثير حذر انا بهذا الموضوع ودائما حلقاتها ما شاء الله ترند. نوجه لها تحيه أكيد. طبعا جيني بتجنن ما في منها بس عم اقول لك لانه انا كيف انتم جليله انا وجيني هيك. الله يخليكم لبعض حبيبي. مسلسلك اللي راح تنتجه هل تتوقع له النجاح يعني تتوقع عن جد انه يكسر الدنيا ولا هيك مخليها يعني على لا ليك رح لك شغله هذا موضوع مادي يعني انا بشتغل موضوع مادي اكثر من انه هو موضوع فني لانه هو يعني مثل يعني شيء معرب ما انه قصه انا مختاره. عرفت شلون مسلسل كان مسلسل كان تركي كان اجنبي وراح يصير عربي لذلك انا ما بتوقع يعني بتوقع انه ممكن ايه وممكن لا بس انه انا بيهمني ماديا فيه بصراحه يعني. متى بدك تتجوز تمام؟ انا يعني على 45 ان شاء الله إذا قررت. أحلى عمر. 45 صح؟ يعني بعد 4 سنين. أحلى إذا حبيت أتزوج بعد 4 سنين. ما شاء الله عمرك 41 هلا. عرفت عمرك. بدي أتشكركم طبعاً أنا مواليد 81 31 7981. العمر كله إن شاء الله. تسلم وأنت قد إيه مواليدك؟ أنا 89. 89 عمرك كله.
جليلة بدي تشكرك، شكرا كثير لك، شكرا لك حمودي. انا كثير مبسوطه اني كنت معك اليوم، وان شاء الله يا رب تكون يعني يكون عن جد خفيف الدم عليكم، ما يكون بايخين. اوكي لا بس هي المره لقاءاتكم كان غير اللقاءات كلها اللي عملتوها. وبتمنى عن جد الحلقه تكون حلوه ونكون خفيفين ضل عليك، وانت عن جد انا بحبك كثير، وانت بتعرف انت بتعرف انا بحبك وقد ايه بعزك، وقد يا رب ان شاء الله دائما ناجح ودائما نحتفل بنجاحنا مع بعض. حموده حبيبي انا كثير انبسطت فيك، انا تمام على الصعيد الشخصي انا بحبك كثير حبيبي، وانت انسان محترم اللي ما بيعرف وبيجهله، بس انا زعلان كثير لانه انا ما غنيت، ف 10 ثواني رح اغني فيهم عشان المتابعين اللي شكرا لكل اللي تابعنا بحلقه قد التحدي وتابعونا بحلقات قادمه، وبدي اتشكرك طبعا حمودي وبدي اتشكر جليله، بس ما رح خلي يغني ابدا. باي.